أنا ماهر سعيد درويش من دمشق. اقتنيت مصلحة نجارة بعمر 8 سنوات وصار لي فيها تقريباً 36 سنة. ونوصله لأكبر نطاق لهالشباب ولهالعالم تشوف الشغل كيف إنه كان في دمشق مثلاً قطعة النجارة وحرفة النجارة كيف كانت تنشغل على أصولها. فهذا فخر لنا وفخر لكل شيء عم يشتغل معنا بهالقطع هاي بتركواز ماونتن.